السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نجيبو صفحة 73 من كتاب بور كومينيكي أون فرونسي أن مستوى الرابع ابتدائي. اليوم شنو عندنا؟ عندنا فيش، يعني الورقة ديال بروجي دو كلاس، ديال المشروع القسم. انتيتولي العنوان ديالها، يعني لو تيتر ديالها. انتيتولي يعني العنوان ديالها، لو تيتر هو جو رياليز انجيزو ان البوم. ان البوم هو البوم، كيتقال بالعربيه البوم، هو بحال دابا مثلا البوم دو فوتو دو فامي، وكيكون عندك واحد بحال واحد الكتاب صغير وفيه الميكات بلاستيكات صغار، وكتحط فيهم الصور، هذاك البوم دو فوتو، واضح؟ وكتبقى تجي انت كتصفحو مره مره، كتبقى تلف في داك البوم ديال الفوتو ديال الصور ديالك. جو رياليز ان البوم سور لا في كولتوريل ارتستيك، حول الحياة الثقافية والفنية. انا نشوفو عندنا لو بروجي دو كلاس كما كتعرفوا فيه اربعة ديال الاسابيع، في الاسبوع الخامس كيتقدم القسم، وكيتقدم الاساتذة، وكيتقدم الاقسام اخرين، وكيتقدم حتى مثلا لكان عندنا شراكة مع جمعيات او مؤسسات اخرى، ثاني كنديروا منافسة بيناتهم باش كيشوفوا شكون احسن مشروع ديال القسم. هنا لا سيمين، لا بروميير سيمين، شنو كيكون فيها؟ جو برون كونيسونس دو بروجي، يعني ناخد معرفة على المشروع. اذا مع المشروع ديال هذا الشهر شنو هو، ديال هذه الوحدة شنو هو؟ هو اننا نوجد واحد البوم حول الحياة الثقافية والفنية. اذا تعرفت على المشروع، ممكن تقول شنو هو المشروع؟ يقول بانه انك توجد تعد البوما عن الحياة الثقافية والفنية. كولتيغال جاية من كولتيغ، وارتستيك جاية من ار اللي هو الفن. هنا جو ديسكوت اون جروب، اناقش مع المجموعة ديالي، يعني نقاش في مجموعة. لا ناتور، طبيعة ديال المشروع، لا ناتور دو بروجي اي سا رياليزاسيون، الطبيعة ديالو، واش مشروع فني، واش مشروع ثقافي، واش مشروع رياضي، واش مشروع هذا، والانجاز ديالو، يعني الطريقة الخدمة باش نوجدوه. كيس كان البوم، شنو هو البوم؟ كو بوتيل كونتونيغ، شنو ممكن يكون فيه الداخل؟ واش يكون فيه صور، واش يكون فيه مقالات، واش يكون فيه، اذا شنو كنديرو في هذا الالبوم؟ هنا جيتيدي ادرسو افيك مون جروب، ندرس مع المجموعه ديالي ان اكزامبل دالبوم، لان مثلا كيكونوا اقسام اخرين سبقوكم داروا هذا البروجي، هذا كيجيب لكم الاستاذ نموذج باش تاخذوا فكره، كيقول ها هذا البروجي ديال الالبوم كيفاش داير، هذا لي البوم اللي وجدوا الاقسام الاخرين، اذا كيعطيك ان اكزامبل دالبوم، مثلا كيوريك سا كوفيرتور، يعني الغلاف ديالو البوم، لانك تكون داير بحال الكتاب، الغلاف ديالو هو ديك الصفحه الاولى كاع اللي كتكون فيها الصوره ديال الكتاب، سا كوفيرتور الغلاف ديالو، سا بريزونطاسيون التقديم ديالو، سون فورما، شنو هي الفورما؟ هي ما كنقولوا واش الورق ديالو واش ا 4 ولا ا 3 ولا ا 2 ولا ا 1، فهمت؟ يعني الحساب بحال دابا هذا الورق ديالنا ديال ليفرج، هادو ا 4، فهمت؟ من كنقولوا ا 3 كيكون مدوبلهم، هاد الورقه مضوبله على جوج، هي الورقه ديال الجريده مثلا، فهمت؟ ا 2 كبار منها عاود، فهمت؟ ا 5 هما دوك الورق ديال البطاقات، بحال كتقول هاد الصفحه اللي عندك على جوج، فهمت؟ كتسمع ا 6 يعني بحال كارت بوستال، هاكا كتكون صغيره بزاف على حساب، واضح؟ اذا قلنا الفورما هي الحجم ديال الورقه، سون كونتوني يعني المحتوى ديالو شنو فيه. هنا جو ريبارتي لي تاش، يعني وزع وقسم هادوك المهام، يعني كل واحد شنو نقول له يدير، انت جيب هادي، انت جيب هادي، انت جيب هادي، هادو هما لي طاش كنوزعهم افيك لي مومبر دو مون جروب، مع الاعضاء ديال المجموعه ديالي، سولون بحسب لي روبريك دو دوسيي، بحسب دوك الفقرات ديال الملف. مثلا عندي سته ديال الفقرات، نجوف سته ديال الاصدقاء ونقول لهم كل واحد فيكم يشد فقره يخدم عليها باش كلشي يشتغل، ما يبقاش واحد يغش. هنا انفورماسيون ا ريونير، يعني نجمع المعلومات اللي خصني نجمع، فوتو ا رياليزي دوك الصور اللي خصني نوجدهم ولا نجمعهم، كوليكتي رياليزي يعني اما نرسمهم اما نصورهم، كوليكتي يعني نجمعهم من كتبه ولا مجلات ولا هذا، ميزون باج دي دوني، يعني ميزون باج دي دوني، مثلا عندي هذه الصور هذه نقولوا راه نحط هذه الصور من الفوق ونحط تحتهم التعاليق، او نحط التعاليق من الفوق ونحط الصور تحتهم، هنا خصني ندير صوره كبيره وهنا هنا داير بها صور صغار، يعني هذه هي لا ميزون باج، يعني كتختار الديكور بحال عندك شي صالون وكترتب فيه، هنا يجي هذا الفوتي، هنا يجي هذا السداري، هنا يجي، واضح؟ هنا ميزون باج دي دوني، نشوفوا لا دوزيام سيمين شنو غيكون فيها، واضح؟ الاسبوع الثاني نشوفوا شنو فيه، لا دوزيام سيمين اوسان دو جروب، يعني في داخل المجموعه ديالك،
جو ريسونس يعني اعدد، نبدا نحسب لها الحاجه الاولى الحاجه الثانيه، نعدد شنو لي زانفورماسيون ريوني، المعلومات اللي جمعتها اي لي زيلوستراسيون رياليزي. زانفورماسيون كتكون في شكل مكتوب، يعني معلومات خديتها من الانترنت ولا من هذه ولا من كتب كتكون مكتوبه، ولي زيلوستراسيون كتكون على شكل صور، رسومات، رسوم اضاحيه اللي نجزتها. افيك لي مومبر دو جروب، مع الاعضاء ديال المجموعه، جو فيكس لو نومبر دو ريبريك، نحدد نفيكس يعني ما نوليش نغيره من بعد، يولي فيكس يعني نحدد العدد ديال الفقرات، لو نومبر دو باج وعدد ديال الصفحات، اي جو سيليكسيون لي زيليستراسيون، ونسيليكسيون يعني نختار هذوك الرسوم الاضاحيه ولا الصويرات الرسوم الى غير ذلك. انا جو شوازي لو فورما كي كونفيان ا مون البوم، نختار الفورما. الفورما هنا قلنا واش ا 2 ولا ا 3 ولا ا 4. الدفتر ديال الورقه ديال الكتاب دابا هذا اللي كنهضروا عليه راه ا 4، النص ديالها كيتسمى كل ما نقصنا كنكبروا، النص ديالها هو ا 5 فهمت، والدوبل ديالها هو ا 3 واضح. اذا جو شوازي لو فورما كي كونفيان ا مون البوم. لا سيمين 3 شنو غيكون؟ Je commence à rédiger au sein du groupe. D'abord, on va faire rédiger, c'est-à-dire la rédaction. Tahrir, كتابة. شنو نكتب؟ Les titres, العناوين. Les sous-titres, يعني العناوين الصغرى. Les titres, العناوين الكبرى, العناوين الصغرى. ديالاش ديال الفقرات. Des rubriques. واضح؟ نكتب les articles, يعني المقالات. يعني الكتابة. Et la page de garde de l'album. La page de garde. شنو هي la page de garde؟ أنا كيكون الصورة ديال الغلاف. كتكون la page de garde, يعني ديك داك اللي كيكون عندها الورق غليظ قاصح، يعني الكتاب الورقه الغليظه اللي كتحافظ لي كتغاردي لي داك الالبوم ديالي فهمت، يعني كتحمي الالبوم. كيكون هي واحد الورقه عاديين، ولكن ديك الورقه غليظه اللي كتكون في الاول لا باج دو كارد. لو سومير، شنو هو لو سومير؟ هو الفهرس، يعني مثلا الفقره الاولى اش فيها، الفقره الثانيه فيها، الفقره الثالثه، والصفحه الفلانيه راه فيها هذه ولا هذه. هنا جو رياليز لا ميزون باج دي تيكست اي دي فوتو. لا ميزون باج قلنا كنحدد الديكور بحال اللي كتصمم ديك الصفحه باش تولي مثيره للاعجاب، كدير الصوره هنا مثلا في اليمين الفوق باش تبان، دير واحد الصوره كبيره على الموضوع اللي مهم، هي لا ميزون باج. جو ريلي لو كونتوني دو مون البوم اي جو ميكزارس ا لو بريزونتي، نعاود نقرا المحتوى ديال الالبوم ديالي باش كنحاول نحفظ، باش ما نبقاش نطل في داك الشيء، نبقى نطل في الجمهور اللي كيسمع لي ونعبر بيدي بلا ما نبقى نقرا، نبقى نتهجى تما ا لو بريزونتي، وندرب على كيفاش انني نقدمه. لا سيمين 4 شنو كيكون فيها؟ الاسبوع الاخير قبل البريزونطاسيون كيكون فيها التقديم ديال المشروع القسم، كيفاش كنقدموه للتلاميذ او الاساتذه او الاقسام الاخرين. ريفيزيون سي نيسيسير دو لا بريزونطاسيون، نعاودو نراجعو الى ضروري، الا كنا حافظ ما نعاودوش، الا كنا باقي كنتلعتمو في داكشي نعاودو هذيك التقديم. وهذه هي الصفحه 73 كملناها، الى اللقاء.